السلام عليكم احبابنا زول في اللون. اذا على القضيه برك نتاع محرز ولماذا لم ياتي والملابسات نتاعها، وخاصه في وجود الحقارين المحقورين اللي ما يقدروش يتكلموا على المشاكل الحقيقيه اللي تعرض لها الكره، واللي السبب الوحيد اللي راهو فيها هي الطغمه الحاكمه اللي قاعده تسير في البلاد، اللي ماديه البلاد من كل الاتجاهات مديتها الى الكارثه، ضربتنا في حيط في كل بلاصه. اذا بالماضي راهو بدا يجهز للمباراتين القادمتين في اطار التصفيات الافريقيه، ومانيش راه نحكي تكنيكا، مش راه نحكي تكنيك لانه معبية تكنيسيان اللي يشرحوا يقدروا ينتقدوا بالماضي وهما عمرهم ما راحوا للتيران. يعني راه نحكي برك ملابسات من نوع اخر، يعني باش نفهمهم برك، لانه كثرة الحابسين في البلاطوات، وخرجت بعض الفئه من جماعه راح يتعاود الماتش، فلازم نحبسوهم عند حدهم لانهم تجاوزوا كل الحدود. يبدو انه كي غبنا عليكم شويه لقيتو التيرا وين تحطوا البولشيت نتاعكم. اذا بالك بالماضي راه يجهز، هو ما عندوش فيدراليه، ما عندوش مكتب فيدرالي، هذه ما هضروش عليها، لكن هضروا او كيفاش ما يجيش محرز، كيفاش يخلي المنتخب في هذه المقابلتين. يا خويا علاه المنتخب راكب على محرز؟ هذه اولا علاش ما عندناش والناس، ما عندناش غزال، وما عندناش ابراهيمي، وما عندناش لعابه قادرين يخلفوا محرز؟ الاخر خلاص بودبوز بالكم، عيطلوش كاع، مالكم؟ واش اللي صرا؟ نعم محرز لاعب من الطراز العالي، لكن كي يغيب يعني ما عندكش انت البديل نتاعو. هذه وحده يكون ضالو تعيطوا تقولوا ما مدش الفرص الاخرين، وهذه هي المباريات اللي يتحطوا فيها ويلقى فيها بالماضي ربما فرصه باش يدخل اللعابه اللي مش قاعده تلعب كثير في المركز نتاع رياض محرز. هذه اولا من الجانب التقني. بصح هما كيفاش الزوها انه بالماضي فينالمون ضعيف مع رياض محرز، يلعب فيها برك خشين غير على الصحفيين وكذا، ومن بعد رياض محرز يخليه خاصه بن شيخ ما قدرش يحكم في ولده لتحتى مداير براكه، مدايرها للدعاره، مداير الدعاره يخرج يقول محرز وكيفاش ما يجيش وما تحكيوليش وكذا. انت مربي بروكسينات نتاع دعاره، انت مربي بروكسينات نتاع دعاره، ما تكلمش على سيادك توكور. بعض الحابسين لازم تعرفوا انه في الفيفا، كي نقولوا في الفيفا بريمير ليغ، الناس اللي تعرف الكره حقيقه لازم تعرفوا باللي انه لو بسيكولوج عنده الحق انه يمد راحه للعابه. نعم البسيكولوج قادر يمد راحه للعابه، نعم الضغط العصبي لي بسيكولوج هما اللي يقدروا يقيسوه، وهما اللي يقدروا يقولوا السيد هذايا راهو على حافة البرناوت، وفي هذا المستوى يلعبوا عليها كثير 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 كثير. حنا عندنا هنايا في مونريال كاري برايس غارديان دبيوت تاع لي كانديان في الهوكي، يلعب يسلك 20 مليون في العام، يسلك 20 مليون دولار في العام، 6 شهور وما واش قاعد يلعب بهذا السبب، من اجل هذا السبب اون ديتريس بسيكولوجيك. ف بصح راح للمغرب وقاعد يحوس. نعم كي تعود عندك اون ديتريس ولا عندك بدايه او حتى طايح فيها في البرناوت، الوسيله الوحيده هي الراحه. الان راح للمروك ولا ما راحش للمروك، هذه ماشي هذه مشكلته هو. درك الا كان هازينها انتوما باش تدافعوا على النظام لانه ماهوش ضد المروك، نورمالمون ما يجيش المروك، نورمالمون يجي الجزائر ونروحو كليب ديبا. لازم تعرف باللي هادي تايلور وورد الزوجه نتاعو ما هادي اسمها داون وورد، هادي بزنس وومن من الكبار
كبار في انجلترا. ايه ملك كبار في انجلترا، ومن الكبار لدرجه انها وجه تلفزيوني بارز وكذا. هاد المراه يعني عائله الزوجه نتاع رياض محرز عندهم قصر في مراكش، ومن الاصدقاء المقربين نتاع الملك، يعني يستقبلهم الملك وكذا. من ملي راح مع المراه نتاعو يحوس لتما في القصر نتاعها، واش قلقكم؟ شو اللي قلقكم؟ وشو اللي قلقكم؟ لا قلقكم غير انه هذا محوسين تنحيوه. ها بصح سجيو برك الخطه نتاعكم جماعه الهداف والاخر، سجيو الخطه نتاعكم برك مع قطر وجماعه اللي قاعدين يسلكوا لكم في حقوق البث نتاع الهفاف. سجيو برك انه بالك حيجيبوا لكم ماجر هو رئيس اتحاديه. سجيو برك سجيو. اذا السيد او في المستوى العالي عندما يقرر البسيكولوج انه اللاعب لازم له راحه، فتعتبر نعم تعتبر دليل من عند الطبيب انه مصاب. نعم تعتبر انه مصاب، تولي على ما دارلوش في الماتش الفلاني او الماتش قبل الاخر خدمة الطبيب. والله محوسين ديروا كيما درتوا الغلام وبعثتوا لنابولي تقولوا لهم كونتر اكسبرتيز، ديروها زيدوا بهدلونا. مع العلم انا كنت حاب نتكلم على هذه الهضره نتاع غلام، لماذا ماهوش قاعد يستدعى المنتخب الوطني؟ هل هي عقوبه تاع الاتحاديه المتواصله، او انه بالماضي اللي قرر انه ما عندوش المستوى باش يلعب، خاصه انه مدافع من الطراز العالي. هذه ماذا بينا يعني واحد من الصحفيين المحترفين يسال شويه بالماضي عليها، لانه تبقى بلا اجابه ماشي حكايه. الان الحاجه الاخرى، شفتوا العبث اللي وصلنا ليه. كاين اللاعب عوار اللي راهو لاعب مع المنتخب الوطني الفرنسي في صفة الأكابر، يعني أكثر من 21 سنة، يعني قانون الباهاماس اللي ما يعرفوش الحمار اللي ما يعرفوش نعيط له نفهمه فيه. قانون الباهاماس هو جابوا الحجر وراوا خدم باش أنه اللاعبين اللي تقمصوا منتخبات أخرى قبل 21 سنة عندهم الحق أنهم يلعبوا مع منتخب ثاني. قبل كانت لا، اي واحد لا كان حتى في الجينيور في الكادي دار مع منتخب وطني فخلاص ما يقدرش يدير منتخب، وهذه خسرنا احنا بها لاعبين. راح واش سمو رواوا باش في هذيك اللي جبنا مقني، جبنا هاد اللاعبين بكل لعبوا مع المنتخب الفرنسي وغيرهم من اللعابه، ونجحوا افريقيا ثاني جابت اعتمدت على الكثير من هاد اللاعبين اللي زادوا في المستوى نتاع المنتخبات الافريقيه. عوار لعب ورا 21 سنه ولعب ما عندوش بزاف، عندها واحد العامين والله قبل الكورونا استدعاوه باش يلعب معاه، لكن في عمليه احراج والله ما عرف واش محوسين يديروا، جا لعب تورنوا وشيخ يروح يهضر معاه يقول له روح تلعب مع المنتخب باسم واش؟ باسم لانارشي توتال. كون جات حاجة عندها علاقة بتبون والله ما يقدرش يروح ليه الشيخ هذاك يقول له ارواح دافع على بلاد، ما يقدرش يديرها. بصح لأنه فبالماضي أعفس عليه. وزيدين الصحفيين قاعدين يقولوا له علاه ما تجيبش عوار. راسك يعبد. في حالة أخرى اللي ولدو يخدم بالعاهرات، يخدم عنده ميزون كلوز تحت دارهم، داير ميزون كلوز تحت الدار، ولدو داير ميزون كلوز تحت الدار، يقول لهم علاش ديلور معاقب بصح محرز ما يتعاقبش؟ قلبو محروق على محرز، حوس يعاقب محرز وخلاص. واش راه دير؟ كل واحد عايش حياته. انت برك انت بولدك الحس شويه اللي بروكيرور باش ما يدخلوهش الحبس، لانكم في بلاد تاعكم، بلاد لي بروكسينات على بالك، بلاد اللي
بلاد اللي تشجع على الدعاره، اللي يخدموا الدعاره مليح. المهم ما تقيسش برك القابيين، ما تقيسش برك القابيين. اذا يستحوا شويه. اولا اذا عندنا منتخب، فالمنتخب يمشي باللاعبين بكل، كيروح محرز الله يجي محرز، ماشي راح تحبس فيه والله، تحبس عنده وحده. والثانيه استناو اوموا، تعرفوا سقسيو على الحاجه قادره تكون كبيره عليكم، باش ما تبهدلوش. على بالي بلي ما عندكمش وجوه يتبهدلوا، بصح باش ما تبهدلوش برك، لانه الرياضه في هذا المستوى، في هذا المستوى طلع المستوى نتاعها بزاف. بالماضي عارف لها، فانتو مش عارف لها، غدوه على هذيك قد يحكي معاكم في لي كونفيرونس دو بريس، يحكي معاكم بالطريقه هذيك. فطلعوا شويه المستوى، طلع شويه المستوى، تبقاش تسقسيه على عوار ونتا على بالك باللي ما يقدرش يلعب دركا، غير لا كان راح للفيفا وقال لهم عطيوني بيرميسيون نلعب، وعطاتها له الفيفا. يبصح واش نقول في ناس مازال هذاك بوشكار هذاك مازال يقول لهم الماتش راح يتعاود، وب1000% الماتش راح يتعاود. في هذه الحالة نقول رانا مازلنا بعاد عن الاستقلال الحقيقي، ورانا مازلنا بعاد عن الاستقلال الحقيقي. اذا واش راح نقول لك يا الاخ جمال، بالماضي الله ربي يقدرك، على بالك انني فاهم الوضعيه اللي راك فيها، والله ربي يقدرك. واش راح نقول لك، راك قاعد تجاهد درك، راك قاعد تجاهد، خاصه كيعود واحد بنوم حال ميزون كلوز لتحتها، هو اللي قاعد في البوروم داير بابيون قاعد ينتقد فيك، عيب وخلاص. واش راح نقول، السلام عليكم.